معاكم حلقة جديدة من برنامج هنا العاصمة. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة والإخوة المسيحيين بألف خير. عيد القيامة المجيد، عيد سعيد على الإخوة المسيحيين. وطبعا امبارح كانت في حلقة هنا العاصمة مساحة كبيرة جدا مخصصة لواحدة من أهم الأعياد، عيد القيامة المجيد. أخذنا تفاصيل ومعلومات عن العادات والتقاليد في عيد القيامة المجيد، واتعرفنا كمان على أهم ما يتم في عيد القيامة، وكان في نقل طبعا للقداس، وتابعنا الفعاليات الخاصة بالقداس اللي تم بحضور شخصيات عامة بارزة وسفراء ووزراء والكثير من الوكالات الأجنبية، أيضا بجانب الوكالات المحلية اللي كانت بتنقل هذا الحدث، والاحتياطات الأمنية اللي كانت موجودة في محيط الكنائس، والتعزيزات أيضا اللي كانت بتقوم بها القوات الأمنية لقيام الإخوة المسيحيين بأداء فعاليات هذه الاحتفالية في استقرار وسلام وأمن. كل سنة ومصر دايما طيبة وبخير. بكرة شم النسيم إن شاء الله، كلنا بنحتفل بشم النسيم بطريقتنا المعتادة، بتحضير الأكلات المهمة لشم النسيم اللي معروفة طبعا، الفسيخ والرنجة والخضار وكل الحاجات اللي معروفة بيها، واحدة من أقدم الأعياد المصرية وليها طبعا الطابع الخاص اللي بيتشهر بيه كل بيت مصري. الاستعدادات بدأت من بدري جدا لشم النسيم، وهو طبعا على مستوى العامل الجوي هو نقلة أيضا في خلاص دخول فصل الصيف، ودايما الناس بتبتدي فعلا تتعامل مع الجو أنه خلاص درجة الحرارة ارتفعت فيه بعد شم النسيم أو يوم شم النسيم. طبعا عشنا تقلبات جوية كتير، هنعرف كمان في أخبارنا النهاردة إن شاء الله معانا الخبر ده، التقلبات الجوية اللي عشناها الفترة الأخيرة دي اللي كانت يعني ما بين درجات حرارة مرتفعة ومنخفضة. النهاردة جغرافيا أخبارنا إيه، فصل الصيف والربيع برضو هنفهم أكتر من هيئة الأرصاد إزاي ممكن إن إحنا نكون فعلا مستعدين ليهم دون أي أمراض إن شاء الله، لأنه دايما زي ما بنقول كده الوقت ده هو وقت العيا. كل الأخبار دي هتكون معانا النهاردة، حوارات و تفاصيل على التليفون مع الأساتذة المتخصصين. وطبعا عيد القيامة المجيد يعني الحوار لازال مستمرا، لأنه امبارح كان سبت النور، سبت الفرح زي ما بيطلق عليه، ويعني واحدة برضو من الأيام المهمة اللي بتحمل البركة للإخوة المسيحيين. وطبعا تحدثنا عن أيضا عادات هذا اليوم، وكانت الليلة دي هي الليلة الخاصة بالاحتفاء بعيد القيامة. النهاردة بقى عيد القيامة، وطبعا هنتكلم شوية كمان عن الطقوس، وفي نفس الوقت وإحنا بنتحدث عن الأجواء الاحتفائية اللي مصر بتعيشها هنتكلم عن استعدادات وترتيبات الحدائق العامة وكل أجهزة الدولة للعيدين، سواء عيد القيامة المجيد زي ما قلت كان في احتياطات أمنية كبيرة، كان في بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن، كان في قوات أمنية، وكان في كمان الكثير من التجهيزات الخاصة بالاحتفال كمان اللي بتقوم به الأسرة اللي بيشاركها في كل أبناء المجتمع المصري، لأنهم بيحتفلوا أيضا بشم النسيم. وبالتالي عندنا فقرة عن هذه الترتيبات والتجهيزات، حدائق الأسماك، حدائق الحيوان، حدائق عامة، كل دي متنزهات بيلجأ ليها المواطن المصري وهو بيحتفل بشم النسيم وبأعياد الربيع وبالوقت الحالي اللي بدأت فيه الأجواء حرارتها فيها ترتفع، وبالتالي بدأت الناس تخرج وتتفسح، وشم النسيم طبعا هو المنفذ والمنطلق لده. وهيكون معانا حوار خاص هنعرف إيه الأخبار، لأنه طبعا الدولة بتستعد علشان تستقبل هذه الأعياد اللي فيها المواطنين بيخرجوا، وإن شاء الله الأمور تتم كما هو مرجو لها، والجميع يعني يتبسط بإذن الله. كل سنة وحضراتكم طيبين مرة ثانية. طبعا ده واحدة من الحوارات اللي معانا، ومعانا حوار مهم تابعنا طبعا على مدار الأيام الماضية
تابعنا زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين والمشاركة في منتدى الحزام والطريق، واتكلمنا عن هذا المنتدى وعن مشاركة مصر، خاصة أن مصر مشاركتها النهاردة للمرة الثانية ولكن بشكل آخر ومختلف لأنها بترأس الاتحاد الإفريقي، وبالتالي هناك أيضا أهداف جديدة وأجندة عمل جديدة ومختلفة بمشاركتها للمرة الثانية في منتدى الحزام والطريق. النهاردة حوارنا عن الناحية الاقتصادية، الزاوية الهامة في هذه المشاركة، إزاي بتنعكس وجود وحضور مصر في منتدى الحزام والطريق بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ على مصر اقتصاديا وعلى الساحة التجارية والاستثمارية اللي مصر بتسعى لتقدمها وللدفع بها إلى الأمام من خلال تهيئة الأجواء الإيجابية لجذب الاستثمار ولأيضا النهوض بالاقتصاد المصري. وهنعرف في حوار خاص ازاي ده ممكن انه يعكس الاهداف اللي مطلوبه منها من مشاركه مصر على كافه المجالات اقتصاديا وسياسيا، وبالتالي يستشعرها المواطن المصري في حياته. دي الفقره الاولى اللي هتكون معانا، وهيكون فيها الدكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد الدولي حول العلاقات الاقتصاديه المصريه الصينيه، العلاقات طبعا اللي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة كجزء من علاقات ثنائية قوية ومتينة بترفع شعار المصلحة العليا للبلدين. وطبعا آخر حلقات العلاقة هي زيارة الرئيس السيسي إلى بكين وحضور اجتماعات المنتدى، بجانب أيضا الكثير من اللقاءات الهامة اللي تمت في هذه الزيارة للسيد الرئيس. هنشوف برضو كيف هذه الزيارات من الممكن أن تكون مصر مستفيدة منها في المجال الاقتصادي وأيضا المجالات الأخرى. كده احنا يعني قدمنا حواراتنا اللي هتكون معانا النهارده وبدعو حضراتكم لمتابعتها، لانه كلها في الحقيقه بيهتم بها المواطن المصري، سواء الاحتفال او سواء الحياه الاقتصاديه في مصر اللي بالتاكيد لها وقع كبير على حياه المواطن. الاخبار الاقتصاديه بنهتم بيها جميعا لانها في النهايه هي مؤثره على اسلوب وايضا الارتقاء بحياتنا. هبدأ مع حضراتكم بأول الأخبار اللي معانا، وهنستكمل مسيرة الاحتفال في الكنائس المصرية واحتفال النهاردة الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد. استقبل البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي عددا كبيرا من المسؤولين والمهنئين بالعيد، وغادر البابا توادروس الثاني المقر البابوي وقدم التحية لقوات الأمن اللي بتحرس الكاتدرائية ووزع عليهم حلوى العيد، واحتفل البابا بالعيد مع فرق كورال الكنيسة. كان البابا ترأس قداس عيد القيامة المجيد مساء الأمس بحضور مندوب عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء ورجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة والممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. قدم البابا الشكر للرئيس السيسي على تهنئته بعيد القيامة المجيد، وقال البابا توادروس بالأصالة عن نفسي وباسم المجمع المقدس وكافة الهيئات القبطية والشعب القبطي في مصر وبلاد مهجر، أهنئكم وأنقل لكم تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أرسل برقية تهنئة بالعيد، وأناب عنه المستشار عمر مروان رئيس شؤون الدولة لمجلس النواب. قال البابا توادروس إن الأعياد هي فرصة حقيقية وطيبة لمقابلة كافة المحبين، وأنه يسعد بلقاء فضيلة الدكتور شيخ الأزهر الشريف والدكتور أحمد الطيب والدكتور أيضا شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في مختلف مناسبات. طبعا الصورة اللي معانا صورة بتتوازى مع الخبر، وهي خاصة بقداسة البابا توادروس الثاني وطبعا الاحتفاء بعيد القيامة المجيد. الاحتفالات لا زالت مستمرة، وطبعا السهرة امبارح كانت طويلة زي ما أكد لنا الدكتور إكرام لمعي، أنه الفطار بعد الصوم الكبير اللي بيمتد ل 55 يوم بيكون بعد القداس وبعد العظة اللي بيقولها البابا توادروس، وبالتالي الاحتفال بيبقى ممتد حتى الساعات الأولى من الصباح لأنهم بيبتدوا بقى يفطروا وطبعا يحتفلوا بعيد القيامة المجيد اللي بيأتي بعد سبت النور اللي بيأتي بعد الجمعة العظيمة وبعد أسبوع الآلام. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير، وربنا دايما يحفظ مصر وكل الأعياد نحتفل بيها مع بعض أطياف المجتمع المصري وطوائفه كافة في حالة من الهدوء والاتزان والأمن والاستقرار. بمناسبة بقى الأعياد
ومع الاحتفال بالأعياد بنسأل، لأننا عشنا الأيام اللي فاتت يعني أجواء مختلفة ما بين درجات حرارة مرتفعة ودرجات حرارة منخفضة، عشنا حالة كده من القلق، خاصة للي عندهم طبعا أطفال بيبقوا عايزين يكونوا حريصين وهم بيخرجوا أنه الولاد يعني ما تعيش. فالهيئة العامة للأرصاد الجوية كانت بتقدم حالة دائمة وبيان دائم بدرجات الحرارة، أعلنت أن ارتفاع درجات الحرارة هتشهده البلاد حاليا، وهذا الارتفاع بيشير إلى بدء الطقس الصيفي تماما رغم أننا لا نزال في فصل الربيع. الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة كان ليه بعض التصريحات، خلينا نعرف هذه التصريحات منه هو شخصيا على التليفون دلوقتي. برحب بحضرتك دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيبة دكتور. اهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم بكل المصريين بخير، واسمحي لي اهنئ اخواتنا المسيحيين بعيد القيامة المجيد، يعود عليهم وعلينا وعلى كل المصريين ومصر بالخير والسعادة يا رب. يا رب. نبتدي بفصل الصيف، النهاردة درجة الحرارة مرتفعة جدا، ممكن ناخد بقى يعني الامور بشكل اكثر دقة من حضرتك، احنا كده بدأنا فصل الصيف؟ لا طبعا، احنا بدأنا النصف الثاني من فصل الربيع اللي بيشابه الى حد ما فصل الصيف، حيث بدأت درجات الحرارة، وانا كنت دايما بقول ان ننتظر عدم تخفيف ملابس الا بعد شم النسيم، وفعلا من يعني من النهاردة نقدر نقول ان احنا ممكن نخفف في الملابس في النهار، ولكن في الليل لازم يكون معايا جاكيت تقيل لان ما زال الجو بيبقى بارد في الليل وفي الصباح الباكر. فالنهاردة القاهرة على سبيل المثال كانت 34 درجة، لكن بكرة هتنخفض حوالي 3 درجات، يعني ممكن توصل ما بين 31 و32 درجة، والسواحل هتنخفض أيضا، فبكرة هيبقى جو جميل جدا للخروج للمتنزهات وللشواطئ. لكن طبعا مش هيستمر هذا الارتفاع كتير، لأن هتبدأ في نهاية الأسبوع من يوم الأربعاء يبدأ الارتفاع مرة أخرى في درجات الحرارة. طيب دلوقتي يعني الناس اللي سافرت، وطبعا في عدد كبير جدا من المصريين موجودين في الأماكن الساحلية، طبعا موجودين للاستمتاع بالأجازات، ممكن يفاجئوا بأنه الجو تغير، لأنه ده أحيانا بيحصل يعني كتير في أعياد شم النسيم. يعني هو مش هيتغير، هي أن درجات الحرارة هتبقى في الارتفاع في النهار، ولكن في اللي هيبقى بارد، وده يخليني اقول ارجو من الساده اللي يكون على الشواطئ في فتره الظهيره، ارجو ان ما يعني ما تعرضش للشمس المباشره فترات كبيره، يعني يكتفي انه فتره من الساعه 12 ظهرا حتى 3 ظهرا ان يكتفي انه يقعد تحت الشمسيه، لان طبعا الشمس بتبقى ضاره على الجلد في هذه الفتره. هل في اي نصايح في الايام الجايه بشكل عام؟ يعني الناس برضو مع ارتفاع درجه الحراره بتسال، احنا يعني هيحصل اي تغير تاني ولا كده خلاص ده اخر حاجه؟ لا هنبقى على طول ارتفاع دايما في درجات الحراره، يعني يعني على يوم الاربعاء ممكن الحراره توصل القاهره ما بين من 36 37 درجه، والخميس تعلى مره اخرى، فبالتالي يعني خلاص احنا كده في النهار اقدر اقول فعلا نلبس ملابس صيفية، لكن في الليل بنبقى مشتتين بنلبس ملابس يعني جاكيت تقيل يعني لسه يعني مطلوب ان احنا ناخد بالنا بالليل. بس النهارده درجه الحراره مرتفعه يا دكتور جدا حتى دلوقتي، النهارده 34 خلاص يعني حتى دلوقتي ما فيش اجواء بقى، يعني في الفتره السابقه كانت بحذر من الصغرى وكانت بتبقى من بعد الخامسه، دلوقتي احنا الصغرى تبقى برد من بعد الثانيه 10 ظهرا لحد الساعة السابعة صباحا، دي اللي بتبقى فعلا هنا الجو بيبقى بارد. شكرا لحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا على التوضيح. يعني النهاردة درجة الحرارة فعلا مرتفعة جدا صباحا وليلا، وعلشان كده احنا حاسين ان فصل الصيف بدأ مبكرا، لان المفروض ان احنا في فصل الربيع اساسا وانتهى فصل الشتاء ده بشكل جغرافي، ولكن احنا لسه في فصل الربيع، وبالتالي في تحذيرات بيأكد عليها رئيس هيئة الأرصاد الجوية ان ممكن درجة الحرارة الايام اللي جاية بشكل عام تنخفض بالليل، وبالتالي لازم ناخد حذرنا، لسه بنعيش التقلبات الجوية، مش علشان النهاردة درجة الحرارة مرتفعة يبقى نستند على ده وتبقى الأمور كلها تمام، لأ لسه في طبعا يعني حذر من الطقس في الفترة القادمة. تسعى جماعة الإخوان الإرهابية بشتى الطرق وبدعم وتمويل من أجهزة مخابرات دول إقليمية مجاورة
بتسعى لزعزعه الاستقرار المصري ولاثاره البلبله والفتن من خلال نشر شائعات ودعوات تحريضيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم ان هذا معلوم، الا ان التسريبات الصوتيه ومقاطع الفيديو المسجله للقاءات اعلاميه لعناصر الجماعه الارهابيه بتركيا كشفت حجم الحرب اللي بيتم توجيهها ضد مصر، وكشفت المؤامرات اللي بتحاك من خلال الحركة الشعبية المصرية الأخوانية، وأيضا طرق تجنيد هذه العناصر من المخابرات التركية وطريقة عملها. نتابع هذا المقطع اللي بيتم فيه استعراض مسيرة وتاريخ تأسيس الحركة الشعبية المصرية. احمد عبد الحفيظ، سير كبير مركز الخيول محافظه الفيوم. هو اولا يا ريت نكون اخويا، لان انا اصلا اسقطناه من حساباتنا نهائي، واسقطناه من الوصل الاجتماعي بالنسبه لنا، لان ده انسان خاين وانسان جاسوس وانسان المفروض تسقط عنه جنسيه، لانه ما يستحقش يكون مصري. الله اكبر. ازازة لتر من دي لو اترمت من فوق على مدرعة شكرا على كده هتولع فيها، هتولع فيها مفيهاش كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد، ومعاكم ابو عمر المصري. وفي النهارده ان شاء الله باذن الله احنا هنتكلم على موضوع التعديلات الدستوريه. الجزء الثاني اللي هنعرضه على حضراتكم هو تسريب صوتي للإرهابي أحمد أبو عمار، اللي كشف فيه عن قيام أجهزة مخابرات لدول أخرى بتجنيد الحركة الشعبية الإرهابية للقيام بتأسيس مجموعات إعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تضم مئات الآلاف، واستخدامها في التسويق والتحريض على العنف والفوضى في مصر، مع توفير ملايين الجنيهات من تركيا وقطر للإنفاق عليها ودفع رواتب لمن يعملون معهم لتنفيذ مهام تنظيمية تحريضية. وكشف التسريب كشف التسريب أيضا عن مدى ما يحدث من ترويج على الفيسبوك ودعوات للفوضى بأجهزة مخابرات لدول أخرى. هذه الدول بتساعد العناصر الإرهابية في التمويل والدعم. نتابع. طيب بالنسبه للنقاش النقطه ديت هتكون بالنسبه للدنيا بتاعت هاني صبري اللي هو بتاع اذاعه هنا الصور، تمام، اللي اتكلم فيها قبل كده. كان بيقول لي انا عايز طب نعمل حاجه وفكر فيها ورد عليا، قلت له ماشي. قال لي عايز نكون صفحه عددها يقدر بمئات الالاف، يعني نبدا من 100,000 مثلا ولا حاجه ونكبرها، تمام، والشيخ خالد واكثر من شخصيه تصدر المشهد في الانتفاضه، تمام، لان طبعا احنا عارفين هو اصلا شكله فاهم الحوار كله بتاع ياسر، تمام، فلذلك انا فاهم الدنيا مع ياسر وفاهم ان هو مش هيطلع تاني والظهور والكلام ده كله وان كنتم مكملين. قال لي انا عايز اسالك سؤال، لو دلوقتي عايز اجيب لك دعم يقدر بمئات الالاف، تمام، وده من دول كمان مش من اشخاص بعينها او مش اشخاص مصريين اصلا، يعني تمويل ودعم من دول، وكمان ممكن حتى تدي رواتب للناس اللي هتشتغل معاك، تمام. قال لي نبني صفحه كبير باسم الانتفاضه، تمام، ويكون عددها كبير، وزي الشيخ خالد وزي كذا شخصيه عامه يتبنوا الانتفاضه ويشتغلوا عليها، تمام،
ونقويها ونزودها، تمام؟ اسمه ده حتى الموضوع يتصدر على السوشيال وعلى الاعلام وعلى 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 وكذا، تمام؟ وانا بقول لك اهو هجيب لك دعم من دول حتى مش من شخصيات. ده مضمون الكلام وجالي يفكر فيه. انا بس هضيف جزئيه ثانيه عشان بس يبقى الكلام كله تمام. اللي قال لي الكلام ده خاص بك يا احمد ومش هقول مش يقول لحد تاني. قلت له تمام. قال لي احنا اللي شغالين فيه وفي تواصل بيقول مع المخابرات في الموضوع دوت، يعني بيقول احنا شغالين على اننا بناء على تواصل معاهم، يعني بيقول احنا شغالين على اننا نبني كيان ثوري كبير جدا جدا، صفحته على الفيس تقدر بالمئات، حاجات كتير جدا جدا تكون قوية وكبيرة، تمام؟ وقال لي هم اللي هيتولوا الموضوع يعني دعم، وحتى لو بالمرتبات، تمام؟ يعني تخيل بيقول لي لو معاك مثلا 100,000 واحد على الارض مرتب شهري كل يوم هيتحول. الجزء الثالث والأخير اللي هيتم عرضه الآن على حضراتكم يرصد لقاء مصور لمؤسسي الحركة الشعبية. هذا اللقاء الذي كشف عن توظيف تركيا لهم للقيام بسب الشعب المصري وباتهامه بالجهل، ويتناول دفاع قيادات الحركة الشعبية عن إردوغان والدعاية له والترويج لسياساته والإساءة لمصر ولمكانة ومنزلة مصر. نتابع. انا هجيبها كده من على يميني، محمد بيه صلاح على ابو النجا والاستاذ ياسر العمده، بلقاء ثلاثي من اسطنبول علشان نبقى عارفين ان ما تخافش انت مش لوحدك. احنا طالعين طبعا ندعم حراك، اطمن انت مش لوحدك، حد هيجي يساعدنا من بره اهلا وسهلا. احنا كان عشمنا في الناس دي انها تقف معانا من 2016 لما كنا بندعو لثوره الغلابه، وكان عشمنا جامد جدا في محمد ناصر وفي معتز مطر. النهارده في حاجه لم تتم قبل كده، احنا تقريبا بدانا كلنا نتوحد النهارده، كلنا تقريبا كل اللي كانوا بيطلعوا لكم على في اي نشاط في اي دعوه ثوريه وفي اي بث مباشر بداوا يتواصلوا مع بعض، يا جماعه احنا كلنا راجل واحد وماشيين في الاتجاه ده وبس. بيسالوني على اردوغان، الرجل الشهم المخلص الخلوق اللي عنده دين وعنده اخلاق وعنده احساس، رجل عنده مبدا يا جماعه، عنده مبدا بيدافع عن اي مظلوم، في الزعيم القائد، الرجل اللي هو اشرف واطهر واطيب انسان يمكن تكاد تكون شافته البشريه هو الدكتور محمد مرسي في الوقت اللي احنا فيه ده. اللي هاجم الراجل ده، اللي هاجم اردوغان كانه بيهاجم امه. تركيا مختلفه تماما عن مصر. احنا لسه ما وصلناش حتى الواحد يعني في الالف من الحضاره اللي وصلتها تركيا في العشر سنين اللي فاتت. يعني لو بتلعب شطرنج فمصر دي مثلا تقدر تحسبها ايه، عسكري او كتير طابيه، انما الملك هي تركيا، وتركيا يعني متمثله بصراحه يعني في شخص رجب طيب اردوغان الحقيقه. نعم. انما يعني ربنا يعني يحميه، لان هو يعني هو سبب من وجود ناس كتيره في امان الحقيقه. دي حاجه، وجود الامه كلها ده رقم واحد، الامه كلها. طب ما مرسي، محمد مرسي ما كان عنده اخلاص، ما كانش من نصيب، لم يكتب له ربنا له حكمه. شعب جاهل. الحاجه الوحيده اللي انا بشهد بيها لمصر للطيران ان الفتره اللي اشتغلت فيها في مصر للطيران ان انا طرت بالدكتور محمد مرسي 4 مرات، ودي يعني ده اكبر وسام شرف ليا يعني على صدري وفي حياتي كلها. معنا على التليفون للمزيد من التوضيح والفهم اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية السابق. أهلا بحضرتك سيادة اللواء، وبعد عرض المقاطع الخاصة بهذا التنظيم قراءتك وتقييمك يا فندم.
اولا يا استاذ ريهام اسمحي لي الاول اهني اخواننا المسيحيين بعيد القيامه، وكل سنه وهم طيبين ومصر كلها بخير. استاذ ريهام، انا عايز كل عاقل لما يشوف المقاطع الفيديو دي، انا شفتها سريعا الحقيقه كده والتليفون ما كانش مظبوط قوي، لكن انا بطلع منها بايه؟ يكفيني كلمه اتقالت في الاجتماع اللي كان عامله محمد سعد وعلب النجا ياسر العمدة. قال ايه؟ الشعب جاهل. والله هذه الكلمة تكفيني لكل مصري اصيل عيب قوي. احنا مش شعب جاهل، هم اللي جهلة، لان لو كانوا مش جهلة ما كانوش طلعوا الكلام الخايب ده. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الجماعة دول خططوا ودربوا وعملوا الانتفاضة بتاعتهم وثورة الغلبة من سنة كام؟ من 2016. طب عملتوا ايه؟ من 2016 قولوا لي عملتوا ايه؟ وزي ما قال ما خالد بيكلم احمد وبيقول له احمد ابو عمار وبيقول له شوف التمويل ما تنعاش همه، فيما معناها ها 100,000 واحد جنتهم 100,000 واحد وبمرتبات والتمويل كبير قوي ومن دول مش منا ولا حاجه. طب الكلام ده كله الفلوس اللي خدتوها دي كلها وصرفتوها دي كلها وتدريباتكم عملتوا ايه في مصر؟ شويه تفجيرات، ما هو ارهاب والارهاب في العالم كله، لكن اثرتوا في امن مصر. اكبر شاهد على انهم مفلسين وخايبين واي كلام الايام القليله اللي فاتت دي. الاستفتاء بخير تمام في ربوع جمهوريه مصر كلها، الصلاه الكنائس اكثر من 3,325 كنيسه ادوا صلواتهم والشعائر الدينيه، 6 مليون مسيحي تمام التمام، كل ده اعيادنا. الحركه الدائمه من الناس للساحل وللغردقه وللمصايف ولاهاليهم على مدى الايام اللي فاتت دي كلها اللي احنا فيها دي، ده يدل على ايه؟ ادي الامن وادي الامان في مصر. المواطن بيخرج بالليل الساعه 2 مع مراته مع اطفاله مش خايف. يبقى اذا انت زرعتم حبيتوا تزرعوا الفوضى مفيش، ثوره غلابه مفيش، ثوره مش عارف اللهم ثوره اللهم خيبه ليكم. يبقى فين هنا بقى؟ يبقى اذا دول افلاسوا. انا عايز اقول كل واحد يسمع الفيديو ده، الراجل اخوه سي اي او اللي في الفيوم شوفوا قال ايه؟ قال طردناه. ده المقطع الاول. المقطع الاول بريد منه. دي تكفي. واذا كان اهله اخوه بره منه، انت هنا بقى. وبعدين فرحان لقاهم اردوغان عمال يقول لي شعر عليه. يا اخي يعني ده حتى المثل الفلاحي في البلد الفلاحي اللي انت تربيت فيها، انا واخويا على ابن عم وانا وابن عم على الغريب، تضرب في مصر بلدك. هو انت بعد ما خدت شهادتك وتعلمت وتربيت والبتاع للضابط اللي كان شرطه ده، يعني والله العظيم حرام ان كليه الشرطه قبلتك وسابت غيرك. انت نكره علشان انتميت الى جهاز راقي، جهاز يا اخي ده انت ناس من دفعتك لما تشوفهم سقطوا شهداء من دفعتك وربما كان جنبك في العنبر جنبك، لو انت بني ادم وبتحس وسامعني انت كنت تحزن تتألم. يا نهار ابيض، ده الواحد لما بيبقى جار له وسابه من سنين وعرفوا انه توفى او في الرعايه او في المستشفى بيروح وبيبقى حزين عليه. انت هنا هانت عليك دفعتك وهانت عليك الشرطه اللي قوتك واكلتك وربطك وانت وغيره وغيره وغيره. الناس دي كلها كلام فاضي وكلامهم كلام فاضي، والفيديوهات دي نفسي كل مواطن. ليه يا سياده اللواء في دول يعني بأجهزة مخابراتها بتعمل لسنين ضد مصر ومن أجل التخريب في الداخل المصري؟ اتفضل. على فكرة يا أستاذ إرهام، أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، كل مدى هيزداد حقدا وضغينة أكثر. ليه؟
النهارده لو اننا النهارده كتير من الناس بلاش هقول اضرب مثل بالاستاذه ريهام او مذيعه متالقه والى اخره، لو احنا حسينا انها بقت مرموقه قوي ومطلوبه قوي وما شاء الله دعوه هنا ودعوه هنا، الله ده كل ده هيزيدنا. المشهد اللي فات ده واخره في الصين لما يشوفوا السيسي بهذا التالق وبعدين يروح له رئيس جمهوريه وقاعد ويروح يسلم عليه، وبعدين رؤساء الدول ورجال الاعمال الصينيين، الصين بلد عظمى، هذا هذه الاستقبالات كلها، السيسي اصبح مش بيمثل شخصه، اصبحت مصر في العالم ده كله. يا نهار ابيض، هو احنا نسينا يا استاذ ريهام اما تحالفوا واجتمعوا على قول واحد ان 30 يونيو انقلاب؟ فين هي بقى الانقلاب بقى؟ يبقى هنا الناس المفلسين دول والدول الراعية ليهم اللي حضرتك بتقولي ليه؟ ليه ايه؟ لان ما احنا من زمان احنا بنخطط لايه؟ بنخطط لتقسيم مصر، فشلنا وقسمنا وزعزعنا الاستقرار في سوريا وفي العراق وفي اليمن. الله، لا ده احنا عايزين الكبيرة، احنا عايزين البلد اللي هي بقى مصر، مش بمزاجهم، الكبيرة من الله، الكبيرة لأن الله هو اللي سماها 5 مرات في كتابه. يبقى احنا عايزين نقسم مصر، فشلوا الإخوان، سرقوا 25 وقلبوها ظلمة وفشلوا، وفشلوا فشل ذريع، التنظيم العالمي فشل. يبقى الدول دي الداعمة رغم مع ما بذلوه ده مليارات يا أستاذ ريهام وتدريبات وتسليح ودخول والاخيرا بقى السوشيال ميديا واللي هم بقى شغالين عليها بقى. طيب عملتوا ايه في مصر بقى؟ اهو الامن والامان في مصر غير مسبوق رغم التحديات طبعاً الكبيرة التي تعانيها الدولة. طبعا حفظ الله مصر من كل شيء يحاك ليها. اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، شكرا لحضرتك. معي على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير المصور، أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. واستكمل الحوار ومقطع الفيديو، في الحقيقة هي 3 مقاطع زعناها، بتمنى ان حضرتك تكون تابعتها دلوقتي معانا او شفتها من قبل، وتقول لي تقييمك قراءتك يعني لما جاء في هذه المقاطع. يعني اولا خليني بس كده نتكلم بوضوح شديد جدا. اتفضل. انا مش هدخل في تفاصيل المجرى، لكن خليني اتكلم على ما يمكن استنتاجه من هذه المقاطع في نقاط محددة علشان ما توهش حضرتك ولا توهش. رقم 1، الحديث عن مصادر التمويل. كلام واضح جدا ان هناك اجهزة مخابرات هي التي تمول تحركات وخطط هذه المجموعات المنتمية للجماعة الارهابية. يبقى رقم 1 ان هذه الجماعة تعمل بمنطق او تعمل بتوجيهات وتعليمات وتدبير وتخطيط وتمويل اجهزة مخابرات، وده كان واضح بلسانهم وباعترافاتهم في هذه الفيديوهات. طيب رقم 2، هذه التمويلات الواضح ايضا من كلامهم انها تمويلات غير محدوده وغير وليست لها عليها قيود. الهدف الاساسي ان هذه التمويلات تصب في اثاره الفوضى ونشر الفوضى ونشر الخراب والتدمير في مصر. رقم 3، وهذا كله باعترافهم وانا بستخلصه من كلامهم بس بحاول استخلص منه النتائج اللي احنا لازم المواطن المصري يعرفها. لما اجي اتكلم على تمويل من اجهزه مخابرات هم بيعترفوا بيه، واجي اتكلم كمان عن هذا الشكر والمدح والثناء المبالغ فيه في السيد في اردوغان، يبقى انا هنا ما بعرف تماما ايه هي اجهزه المخابرات اللي بتدعمهم، ايه هي الدول اللي بتمولهم، ايه هي الدول اللي بتحرضهم على مصر. دي رقم 1. رقم 2، خطتهم في نشر الفوضى في مصر. احنا عمالين نتكلم ونحذر والبعض بيطلع يقول لك انتوا بتهولوا الامور. يا سيدي احنا ما بنهولش الامور، اهوت ادي اعترافات الجماعه وعناصر التنظيمات اللي بيكونوها تحت غطاء الجماعه الارهابيه بيقولوا احنا هدفنا ان احنا ننشر الفوضى في مصر، هدفنا نحرض المواطن المصري في بلده، هدفنا ما يبقاش في استقرار، وما تقلقوش اعملوا ده
وعندكم تمويلات غير محدودة وعندكم دعم غير محدود، السوشيال ميديا مفتوحة قدامكم، القنوات التلفزيوني اللي بتبث من تركيا ومن قطر مفتوحة قدامكم، احشدوا بس الناس، عايزين الصفحات تبقى فيها 100,000 و200,000 وأكثر عشان نقدر نوصل لأكبر عدد. هدفه إيه؟ نشر الفوضى. إذا لم تتكلم على مؤامرة ونتكلم على مخطط يستهدف مصر، يبقى الكلام واضح، احنا ما بنقولش حاجة من عندنا، ما بنحاولش نفتكس مخططات، لا ده المخططات واضحة وهم بيعترفوا بيها. رقم 3، واضح جدا الهدف الأساسي هو تحريض المصريين على دولتهم، تحريض المصريين على مؤسساتهم، تحريض المصريين على رفض أو على الثورة وعلى الغضب. إذا يبقى ده نتيجة واضحة، بقول كلنا كمصريين خدوا بالنا إن ليس كل ما ينشر على السوشيال ميديا من معلومات ومن شائعات ومن أخبار هي معلومات صحيحة، لا، ده هناك ميليشيات وهناك مجموعات على السوشيال ميديا بتحرك الشائعات لتوسيع دائرتها بهدف انها توصل لفكرة نشر الفوضى. رقم 4، وده برضو بقوله من خلال الفيديو، رقم 4 ان بقى هنا بواضح تماما انه العلاقة الوطيدة ومظلة الحماية اللي عملها لهم اردوغان، وبالتالي ايضا هناك قطر، والكلام كان واضح، هذه المظلة هم شايفين اهميتها قد ايه، وبالتالي هم بيدفعوا ثمنها زي ما هو عامل لهم مظلة حماية، هم بينفذوا إرادته ورغبته. رقم 5، ودي بقى المهمة، قدرة المؤسسات المصرية والأجهزة المصرية على كشف هذه المخططات وفتحها، يعني بتقول بوضوح شديد جدا يا مصريين ما تخافوش، عندكم دولة فيها مؤسسات قادرة تحميكم من مخططات الفوضى، قادرة تحميكم من المؤامرات الإرهابية، قادرة تحميكم من اي محاولات لزعزعة الامن والاستقرار. رقم 6، ودي برضو مهمة، ان رغم كل اللي عملوا ده، رغم التمويل اللي محدود والتمويل اللي جاي من منظمات ارهابية ودعم الدول اللي بيجي لهم وكل محاولاتهم على السوشيال ميديا والقنوات والتحريض، الا ان المصري لم يستمع لهذه الدعوات. المصري قال في كل المناسبات انه واقف في ظهر دولته وانه لن يصدق هذه الجماعات. خلاصة هذا الكلام يا أستاذ ريهان أن هناك مؤامرة يعترف بها من ينفذها، ويمكن ده من حسن حظ المصريين أن احنا بنسمع دلوقتي على لسانهم وباعترافهم أن هناك مؤامرة تنفذ ضد مصر، وهناك من يمول هذه المؤامرة بتمويل غير محدود وليست عليه قيود، وفي النهاية الهدف هو زعزعة الاستقرار، نشر الفوضى في مصر، لأن مصر هي الدولة الوحيدة اللي واقفة على رجليها في المنطقة، هي الدولة الوحيدة اللي ثابتة، هي الدولة الوحيدة اللي فيها أمن وفيها استقرار. يبقى احنا محتاجين نحافظ على بلدنا، محتاجين ناخد بالنا من هذه المؤامرات، نصدق أن هناك مؤامرة على مصر، وأن هناك من يدير هذه المؤامرة، وأن هناك من يريد نشر الفوضى في مصر، وبالتالي ناخد بالنا كويس قوي ونعلم أن دولتنا محتاجين نقف جنبها ونقف ضدها. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير المصور، شكرا لك يا فندم. بداية من يوم الأربع القادم الموافق أول مايو إن شاء الله هتبدأ الحكومة في تحصيل كل مستحقاتها عبر وسائل الدفع الإلكتروني، يعني كل الفلوس المطلوب أنها تدفع لأماكن ومصالح حكومية هتكون بالكروت البنوك، وممكن يتم الدفع كاش بشكل نقدي 500 جنيه فقط، أي رقم هيزيد عن 500 جنيه لازم يتم دفعه بكارت البنك بالسداد الإلكتروني. بمعنى أنه مثلا مخالفات في المرور، مثلا أبسط حاجة، لو هي فوق 500 جنيه مش هينفع تدفعها أوراق مالية، مش هينفع تدفعها نقدا زي ما كنت بتعمل، لازم السداد يكون إلكتروني. إلكتروني بمعنى الكارت الخاص بالبنك بقى، الفيزا والكارت الائتماني وكارت الحساب الجاري، كارت ميزة اللي البنوك بدأت تعمله بتدفع بيه طبعا. الطريقة دي أكيد لها أهداف، التغير ده اللي هيبدأ فعليا خلاص من يوم الأربعاء، أي حاجة خاصة بالحكومة هيدفع بالكارت الخاص بالبنك وبطريقة سداد إلكتروني ما فوق ال 500 جنيه، لحد 500 جنيه ممكن تدفع كاش، ده هيبدأ فعليا في كل الأماكن التابعة للحكومة من يوم الأربعاء.
معانا علشان نعرف اكتر عن الاهداف وازاي ده ممكن يكون مفيد. الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار في جامعه القاهره، اهلا بك يا دكتور هشام وكل سنه وحضرتك طيب. هبدا معاك بالهدف، ايه الهدف من منع استخدام الكاش والفلوس النقديه لسداد اي شيء مستحق للحكومه، والبديل هو السداد الالكتروني؟ مساء الخير في البدايه استاذه ديهام، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين وكل عام والمصريين جميعا بخير. خلينا نشير في البدايه لانه لدينا في مصر حاجه اسمها المجلس القومي للمدفوعات. هذا المجلس برئاسه السيد رئيس الجمهوريه وبمشاركه رئيس الوزراء، الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي. المجلس ده الحقيقه له اهداف كبيره للغايه، اهمها وهي ده بياتي في المقدمه انه المجتمع المصري يصبح مجتمع رقمي، مجتمع معلوماتي، لانه احنا الحقيقه اتاخرنا على مدار سنوات طويله في هذا التوجه، وده مؤكد انه بيأخر ترتيب مصر على مستوى الدول. مهم قوي انه مصر تكون زيها زي باقي الدول اللي حوالينا، تكون متقدمه معلوماتيا ورقميا ومصرفيا، والتعاملات تتم في اطار منضبط، لانه تاخرنا في هذا الشان مؤكد انه بيعوق عملية التنمية في مصر. من بين ما يتم اللي حضرتك أشرت إليه إنه كافة التعاملات مع الحكومة مهم إنها تتم في إطار إلكتروني، وده الحقيقة له مزايا. الميزة الأولى هو تسهيل الإجراءات، لأنه الحقيقة إحنا كنا بنعاني على مدار سنوات طويلة من فكرة البيروقراطية، فآن الأوان إنه التعاملات تتم بعيداً عن التدخل البشري. إحنا بصدد إن إحنا نفصل أو نبعد مقدم الخدمة عن طالب الخدمة علشان السرعة في الإجراء، علشان أي محاولات للفساد أو الإفساد الحقيقة تنخفض بشدة، وبالتالي ده توجه عام للحكومة في الوقت الحالي إزاي يكون في سرعة في الإجراءات. وكمان بجانب ده الحقيقة كيف نقلل من استخدام الكاش، لأنه استخدام الكاش له كلفة بتتحملها الدولة، بيتحملها الاقتصاد، بيتحملها الحكومة، بيتحملها البنك المركزي، وده كمان بيتحمله المجتمع، بيتحمله المواطنين الافراد، وبتتحمله مؤسسات القطاع الخاص. فمهم قوي انه التعامل بالكاش ينخفض في حده الادنى، لانه ده بيعني مزيد من المخاطر، لانه اللي شايل فلوس معناه انه شايل مخاطر، لانه هذه الفلوس بيتحمله مخاطر سابقه، تلف، تزييف او تزوير، وده كمان الحقيقه بيبقى عبء عليه، لانه نقل هذه الاموال بيبقى تكلفه، لانه هو بيضطر ان هو يتحرك بهذه الاموال، فده مؤكد انه طيب. هو تم الدفع ب 15,000 ماكينه دفع الكتروني للتعامل بالطريقه الجديده والسداد الكترونيا، يعني هل ده كافي يا دكتور هشام؟ ما هو دي مرحله اولى كما اشرنا انه الحقيقه دي مرحلة أولى، مؤكد أنه مع تزايد عدد من يتعامل بهذا الفكر، أتصور أنه الحكومة لديها خطة لنشر هذه الماكينات في الأماكن اللي مفترض هيكون فيها احتياج للسداد. لو بنتكلم على أماكن ضريبية، أماكن جمركية زي ما حضرتك أشرتي، المرور وغيره، وبالتالي مفترض أنه التعاملات هتتم في اطارها الالكتروني، لانه ده الحقيقه هيجعل هذه التعاملات تتجه لمزيد من الضبط، وبالمناسبه ده كمان هيزيد من كفاءه اداره الحكومه لاموالها، لانه معنى انه التعاملات تتم الكترونيا انه معنى كده انه الاموال هتدخل في حسابات الحكومه في منظومه معينه. طيب دكتور هشام، الناس بقى اخبارها ايه؟ يعني هل في مخاوف من الناس في رايك كده وبخبره حضرتك انها ممكن يعني ما تقدرش تتعامل بشكل سريع مع الاداء والمنظومه الجديده، ولا ده شيء طبيعي حتى وان وجد؟ يعني الحقيقه تجربتنا خلال السنوات الماضيه تجربه جيده للغايه، ويجب ان يكون لدينا ثقه كبيره في انه المواطن المصري بصرف النظر عن مستوى تعليمه هو قادر على استخدام التكنولوجيا الحديثه، والحقيقه احنا لدينا تجارب عديده فيما يتعلق بصرف المرتبات من خلال ماكينات الاي تي ام، فيما يتعلق ايضا ببطاقات التموين، بطاقات العيش، كل ده الحقيقه مواطنين بسطاء جدا الحقيقه اقدموا على هذه التجربه، واتصور انه اصبح ليس لديهم مشكله في التعامل مع هذه الاليات الجديده. هو بس يمكن الفكره الاساسيه انه ازاي الحكومه تسرع من نشر هذه الماكينات في الجهات الحكوميه المختلفه، علشان كم من يتعامل مع الجهات الحكوميه بالتاكيد هيكون كبير، فمهم جدا انه يكون لدينا القدر الكافي
من هذه الماكينات علشان يكون في مزيد من السرعه في تفعيل هذه الاليه، لان احنا الحقيقه محتاجين نتحرك بسرعه كبيره للغايه، والحقيقه في مجهود كبير للغايه في تنسيق فيما بين الوزارات المختلفه علشان هذه الامور تسير بشكل سليم. كروت المعاشات، كروت تكافل وكرامه، كروت مرتبات الموظفين، هي دي هتدخل في المنظومه ازاي؟ ما هي الحقيقه دي كلها كروت سحب وايداع، يعني يعني ممكن انه من خلالها يتم الخصم من الحساب والاضافه لحسابات اخرى، سواء كان باستخدام الكات او باستخدام الانترنت. من خلال الدخول لحسابي الشخصي بخصم، بعمل التحويل من حسابي على حساب الجهه المستفيده، سواء كان ضرائب، جمارك، تامينات او اي جهه حكوميه اخرى. فالحقيقه هذه الكروت زي ما هي كروت سحب، لكن هي كمان كروت يمكن من خلالها اجراء التحويلات للجهات المستفيده. شكرا دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار في جامعه القاهره. يعني الكروت دي الهدف منها انه نعيد ترتيب اوراقنا مره ثانيه، انه الحكومه تبقى عندها فكره اكبر عن الفلوس اللي بيتم تحصيلها وازاي بيتم التعامل معاها. هيبقى في عمليه انضباط واتزان اكتر داخل الحكومه. ممكن يكون في حد دلوقتي من الاساتذه اللي بيسمعونا ومشاهدينا الكرام يقول انه العمليه دي ممكن تبقى صعبه، ممكن يبقى فيها مشاكل. زي ما وضح دلوقتي دكتور هشام، في خبرة تعامل في مثل هذه الأمور، وبالتالي هيتم توفير الكثير من التسهيلات الخاصة على سبيل المثال بماكينات الدفع الإلكتروني، وبدأ فعلا الأمر في تفعيله من خلال 15,000 ماكينة دفع إلكتروني تم الدفع بيها. فعلا هيكون في ناس عندها خبرة في التعامل مع الجمهور بشكل مباشر، بتوضح ازاي التعامل هيتم وتدي فكرة للناس، لانه على فكرة ممكن جدا يبقى في ناس لسه ما عندهاش هذه المعلومة، انه هي دلوقتي واخدة يعني طريقها لمصلحة حكومية مايو من الاربع ان شاء الله، ورايحة تدفع الفلوس اللي مطلوبة منها، وهتتفاجئ بانه الفلوس اللي بيتم دفعها لازم تكون بوسائل الدفع الالكتروني، يعني بكروت البنك، ما تكونش بالكاش وبشكل نقدي. اكيد هيبقى في تعاملات في اول يوم تحديدا، في اول مرحلة بشكل عام اكيد يعني تم حساب واخذ في الاعتبار كل الامور دي، لانه دي طبعا كلها اسئله متوقعه في اي مكان على فكره في العالم. الناس لما بتبتدي في تجربه جديده بيبقى في من هو صاحب خبره مؤهل لانه يتعامل مع الناس والجمهور بشكل مباشر، مؤهل ان هو يستوعب اسئلتهم، يستوعب مخاوفهم من طريقه التعامل الجديده، وبيبدا يوضح لهم الفكره ايه، ويبدا يشرح لهم، ويبدا يساعدهم ويوفر لهم الامكانيه ان هم يعني يبتدوا يتعاملوا بالشكل الجديد. وسائل الدفع الالكتروني اللي ممكن استخدامها في الدفع بتشمل كروت المرتبات او كروت الحسابات البنكيه او كروت مسبقه الدفع او كروت الائتمان او عن طريق الانترنت. وزاره الماليه قالت انها هتوفر كروت مسبقه الدفع مجانا لمده 6 شهور اعتبارا من اول مايو اللي جاي، من خلال 5 بنوك، هي الاهلي، مصر، القاهرة، والزراعي المصري، والتجاري الدولي. يعني اللي ما عندوش كارت من دول يقدر من يوم 1 مايو ان هو يطلع كارت مسبق الدفع ويبتدي يتعامل بيه، وده هيكون ببلاش من غير فلوس لمدة 6 شهور. بتمنى ان اكون وصلت الفكرة بشكل واضح، واكيد هتكون معانا مرة واثنين وثلاثة لحد ما الناس تبتدي كلها تستوعب ما يتم تفعيله على الأرض بدون أي قلق. عملية الدفع هتتم ولكن بشكل إلكتروني، ما هو أكتر من 500 جنيه، لحد 500 جنيه نقدر بس ندفع كاش، وإن شاء الله هنتابع طبعا عملية تنفيذ وتطبيق المنظومة، منظومة التحصيل الإلكتروني الجديدة لمستحقاتها من أول مايو، وهيكون أكيد معانا صورة وهنشوف أسئلة الناس واستفساراتها وإيه الأخبار، يعني نتيجة التجربة. ومتوقعين أنه هيبقى فيه استفسارات كتيرة، ومتوقعين هيكون فيه مفاجآت، ده شيء طبيعي وفي أي مكان. لكن أهدافها كلها بتصب في صالح الاثنين، الدولة، الحكومة، وفي صالح المواطن. زي ما قال دلوقتي دكتور هشام، في رأيه الشخصي أنه الفلوس النقدية الكتيرة بتعرضه لمخاطر، بتعرضه لمشاكل، ودي حوادث كتيرة حفظ الله الجميع بنقرأ عنها.
ده كان آخر الأخبار اللي معانا، وأنا عايزة سريعا أقول إنه وإحنا داخلين الهوا كان في خبر خاص بمطار هيثرو، والخبر بيقول انه انفجار في محيط مطار هيثرو في لندن. الحقيقة طبعا انه الخبر ده عمل بلبلة كبيرة جدا. مطار هيثرو واحدة من المطارات اللي بيبقى فيها ترانزيت، بيبقى فيها جنسيات العالم تقريبا مختلفة، انحاء الدنيا بتبقى موجودة في هذا المطار الكبير. بريطانيا محطة مهمة في رحلات طويلة، وبالتالي كان في اسئلة سريعة وقلق انتاب ناس كتيرة، ايه الاخبار اللي بنسمعها في مطار هيثرو؟ الحقيقة انه اخر الاخبار في مطار هيثرو انه مفيش مشاكل، وانه ده في مخزن، ومخزن حصل فيه هذا الحريق، وده يعتبر في محيط المطار وليس في داخل ساحة المطار أو في قاعات المطار. وبالتالي الحمد لله لحد دلوقتي كل الأخبار بتتحدث أنه تم السيطرة على المطار، على هذا الحريق اللي في محيط المطار، وهو مخزن حاويات، ومخزن الحاويات ده يعني تصاعدت منه النيران، و طبعا كان في حالة من الذعر، وخاصة بعد رؤية الدخان الكثيف. لكن يعني على حسب ما تم نقله من الصحف البريطانية الآن وعلى المواقع الإلكترونية، أنه يعني تمت السيطرة على الحريق، وتم الدفع بست عربات إطفاء وتقريبا 40 رجل إطفاء، ولا يوجد أي خسائر بشرية الحمد لله. لو حد لسه بيحاول يسأل أو يشوف إيه اللي بيحصل، يعني لحد دلوقتي الدنيا أمان، ويعني ما قيل عن ما سمع في مطار هيثرو في بريطانيا كان خاص بمخزن للحاويات، وحتى الآن لا توجد خسائر بشرية الحمد لله. ده كان آخر الأخبار اللي معانا. لو في أي جديد طبعا، لأنه ده خبر لسه يعني من نص ساعة تقريبا أو من وقت قليل علشان نكون محددين، فلو في أي حاجة جديدة أكيد هنوفي حضراتكم بيها. الحوار اللي بدعو حضراتكم لمتابعته وفقرتنا الأولى، العلاقات المصرية الصينية إزاي ستؤتي ثمارها بعد الزيارة الأخيرة ومشاركة مصر في منتدى الحزام والطريق بدعوة من الرئيس الصيني. خليكم معنا.